يقولوا لي كيف جاتكم النفقه. هاد النفقه يا اختي، هاد النفقه كطيح الزرزور من فوق السور، واعره بزاف 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 بزاف، خطيره بزاف يا البنات. واو الريحه ديالها عجيبه، الريحه ديالها. مساء الخير الكبيدات ديالي، الغزالات ديالي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش كتعاودوا؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، وانتوما غادي تتبعوا معايا هاد الوصفه اليوم ان شاء الله. مرحبا بكم كاملين، اذا كنتوا اول مره كتشوفوني تابوناو عفاكم وفعلوا لي الجرس، يدير دوك الشريطات من الفوق هكا باش يبقى يوصلكم الاشعارات ديال الفيديوهات ديالي وتفرجوا فيهم بطبيعه الحال. واللي ما كيوصلوهمش الاشعارات الفيديوهات عاودوا فعلوا الجرس او حيدوا الاشتراك والجرس وعاودوا فعلوهم، وفيما غادي نحط لكم فيديو غادي يوصلكم نتوما اللوالا. هذا الانستغرام بطبيعه الحال، الا بغيتوا تجيو عندي تما مرحبا بكم. اليوم غادي نهضر مع العرايسات، اليوم غادي نهضر مع البنات اللي مقبلات على الزواج، البنات اللي مادت يديهم للحنه، وكذلك حتى البنات اللي مساكن مازال ما جابش ليهم الله، حتى هما ممكن انهم يديروا هاد الوصفه هذه. هاد الوصفه ديال جداتي، هاد الوصفه ديال جداتي يا اختي، ديال جداتي، ديال الناس القدامين اللي كيعرفوا بحقها هاد الوصفه. النفقه، الا ما كتعرفوش النفقه سولوا ماماكم ولا جداتكم ولا الناس اللي ديال زمان، هما اللي كيعرفوا شنو هي النفقه. النفقه هي واحد الوصفه كانوا كيديروها الناس ديال زمان، خصوصا عندنا حنا في الباديه، كانت هي الوصفه المعتمده او الوصفه الشهيره ديالهم اللي كيتزينوا بها، وكتترجع العروسه تبارك الله ما شاء الله كتفاحه بلا ما تكوني حتى عروسه كتبقى يديريها، يعني كيبقاو بها النهار كامل. كاينه اللي كتبقى تبات بها، ولكن النتيجه ديالها واو واو يا البنات، واو، واعره 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 بزاف بزاف. ديجا كانوا كيستعملوها كوصفه، وكانوا كيديروا المكملات بحال العكر الفاسي، بحال عكر 24 ساعه اللي حتى تزاد شويه عاد باش يعني بداو تيديروه، السواك كذلك والكحول. هذه هي الزينه ديال الناس، ديال الناس ديال شحال هذه. وانا هذا هو المبدا ديالي في هذه القناه، كيعجبني كنموت كنموت على الوصفات ديال الناس ديال شحال هذه. ولكن هذه النفقه اللي جبت لكم اليوم نفقه بطريقتي، يعني انا عارفاكم وعارفه العيالات تبارك الله ما شاء الله كيفهموا في هذا الشيء. يقولوا لي فاطمه زهراء بنتي راه ماشي هكا كدار، وما فيهاش هذيك المكون. انا عارفه مامتي، انا عارفه خالتي، انا عارفه اختي، انا عارفه ان النفقه فيها مكونات وحده اخرين، مي انا بغيت نعطيها بهاد المكونات هادو اللي انا تعطيوني نتيجه. فهمتوا كيفاش؟ يعني دخلت واحد المكونات في هذه الوصفه اللي فريمون واعرين بزاف وغادي تستافدوا منهم، وفي نفس الوقت درت ميلونج ما بين وصفه ديالي ونفقه ديال الناس ديال شحال هذه. المهم بلا ما نطول عليكم في البلا بلا، يلا نشوفوا الوصفه ديالنا ونعاودوا نرجعوا. ايوا الكبيدات ديالي، اليوم ان شاء الله غادي نبارطاجي معكم النفقه. ايها لالا ايها اختي، النفقه وما ادراك ما النفقه. النفقه الا ما كنتيش كتعرفيها سيري سولي، ولكن ماشي اي وحده غادي تسوليها، غادي تمشي اختي تسولي ليا جداتك، تسولي ليا ماماك، تسولي ليا الناس ديال زمان، هما اللي كيعرفوها، هما اللي كيعرفوا بحقها. هاد النفقه راه كانوا كيديروها كزينه للعرايسات، ومني كيبغاو يتهلاو في الحاله العيالات القدام كانوا كيديروا هاد النفقه هادي. ولكن البنات انا ما غاديش نبارطاجيها على الطريقه ديال الناس القدام، وانما غنبارطاجيها بطريقتي الخاصه بطبيعه الحال باش نتوما يجيكم هادشي ساهل، حيت هما كانوا كيستعملوا فيها مكونات اللي كيفاش غادي نقول لكم، مكونات ديالهم. مي انا اليوم غادي نستعمل المكونات ديالي انا. المهم النتيجه راه نتيجه وحده ان شاء الله. اول مكون غادي نبداو به اللي هو الورد، وهاد النفقه يا البنات راه كترجع يا اختي دوك الخديدات، كترجعهم بحال التفاح، كترجعهم بحال الرمان، خصوصا العيالات ديال زمان عرفتي راه كانوا تبارك الله ما شاء الله. وحاليا حنا عندنا دابا في البلاد ديالنا يعني المراه كتستعمل النفقه وكتبقى بها النهار كامل وتقدر تبات بها، ومني كتحيدها ما شاء الله داك النور اللي كيطيح ليها على وجهها سبحان الله، واعر واعر بزاف. هنا معلقه ديال الورد مطحون، الورد الورده البنات، الورد داك الغوز راه كاين عند العطار كيكون مطحون بحال هكا، كناخذو غير معلقه صغيره وغادي نستعملو ان شاء الله معلقه ديال القهوه
انا علاش قلت لكم نستعملها بطريقتي، انا بغيت نديرها بطريقتي اختي، طريقتي اللي غادا تجيكم نتوما ساهله وما غاداش تاذيكم، حيت النفقه راه واخا هكاك صعيبه خصوصا البنات اللي عندهم الشرح حساسه. المهم هنا غادي نستعمل معلقه ديال القهوه، قهوه عاديه يعني عربيه، قهوه اللي كنطبخوا ياك. وغادي نستعملوا ان شاء الله السر في هاد النفقه، وعلاش انا سميتها نفقه، حيتاش النفقه الحقيقيه والنفقه الاصليه اللي كيستعملوا عيالات ديال زمان كانوا كيستعملوا هاد المكون اللي هو القرنفل البنات. اه القرنفل، تقولوا لي لا فاطمه الزهراء غادي يشوط لينا وجهنا غادي يحرقنا، شوفوا البنات هو السر ديال هاد النفقه. هذه اول حاجه. ثاني حاجه راه ما غاديش نستعمل انا معلق ولا جوج، انا نوريكم شحال خصنا نستعمله. شوفوا المعلق شحال غادا تهز، ها نتوما الراس ديال المعلقه البنات. كنركز وكان انسيستي على ان هاد الوصفه تردوا لي البال مزيان مزيان. عندك اختي فشي ضربي لي المعلق تتعمر وديريها في الوصفه، لا خاصك ديري الراس ديال المعلق كما كتشوفي. بحال نقولوا قرنفله وحده، قرنفله وحده تقريبا، يعني جهد قرنفله وحده يعني تكون مطحونه، كتعطيك يا اختي واحد الريحه لهاد الوصفه، وكتعطيك واحد الريحه للوجه ديالك خطيره. سمحوا لي سمحوا لي على هاد الصداع اللي كاين في الزنقه، الوليدات يعني كيخرجوا الزنقه البنات راه كيبقاو يغوتوا. سمعتوني البنات، يعني جهد الراس ديال المعلق ديري القرنفل كيعطيك يا اختي واحد الريحه لهاد الوصفه كتشق الراس. وغادي نستعمل معلق ديال النيدو، معلق ديال النيدو كما كتشوفوا، وغادي نستعملوا ان شاء الله معلق ديال الروز، لان النفقه كيكونوا فيها بزاف ديال المكونات وبزاف الاعشاب. مي انا درت هذا هنا غادي، هما كانوا كيخلطوا بالورد، سمحوا لي هما كانوا كيخلطوا بالماء ورد، كيخلطوا يعني بماء عادي، فهمتوا؟ فا حنا البنات اليوم خصنا نبتكروا. المهم غادي نخلطها انا بياغورت اللي كيجي مع جميع انواع البشرات. البنات كنتمنى ديروا لايك، وكنتمنى تبقاو معايا في الفيديو باش نشرح لكم يعني الطريقه، وشكون خصها تستعمل هاد الوصفه وشكون ما خصهاش تستعملها. صافي كنخلط الوصفه ديالي مزيان مزيان. واو يا البنات واو، هذه ماشي غير الوجه وانما الجسم كامل. انا غادي نخلطها مزيان ونرجع. ها انتما البنات شوفوا اختكم فاطمه الزهراء راه كتعطيكم الوصفات ديالها من القلب، قسما بالله الا كنعطيكم الوصفات من القلب الخالص، وكنبحث وكنسول ناس مختصين في هذا الشيء واللي كيفهموا فيه كتار مني. هانتوما البنات عفتي على ريحه فيها، عرفتي ديك القبيصه ديال القرنفل، عرفتي تبارك الله ما شاء الله. هذه الوصفه هذه البنات راه كتخلي البشره على مزويناتها وكتخلي البشره كتحمق. المهم غادي ندوزو دابا باش نوريكم كيفاش تستعملوها ان شاء الله. الغزالات ديالي الكبيدات ديالي، قولوا لي كيف جاتكم النفقه. هاد النفقه يا اختي، هاد النفقه كطيح الزرزور من فوق السور، واعره بزاف 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 بزاف، خطيره بزاف يا البنات. واو الريحه ديالها عجيبه، الريحه ديالها عجيبه 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 بزاف يا البنات. هذه الا عندك مشكل ديال الحبوب في الكتاف والظهر هذه كتقضي عليه، لان ديجا دايرين فيه هذاك القرنفل وهو مطهر وكيقتل لينا الميكروبات اللي كتكون في الحبه، فهذه واعره بزاف، كتنقي كتصفي البشره كتصفي اللحم من داك الشيء الرفيع. هذه البنات كيفاش خصكم تستعملوها؟ اول حاجه ما تكونيش مدوشه، هذه اللي غادي انسيستي عليها، والعيالات ديال زمان راه يقدروا يقولوها ليا حتى في لي كومونتير، يقولوا لي برافو عليك فاطمه الزهراء راه عندك الحق، لان دايرين فيها القرنفل والقرنفل كيحرق، واخا دايرين فيها نسبه قليله ديال القرنفل مي راه يعني كتحسب دوك اللساعات. فضروري ما تكونيش مدوشه، ما تكونيش حكه وجهك، ما تكونيش غاسله وجهك يعني منظفاه، يعني ما خصكش تكوني
خاص لابو تكون مسخه كما كنقولوا، يعني باش كتعطيك نتيجه وكتبان واحد النتيجه اللي كبيره بزاف بزاف. فهذا هو السر ديال النفقه، هي ان ما خصكش تكوني بصفه نهائيه غاسله وجهك، باش ملي كديرها وكتحيدها كتعطيك واحد النتيجه، واحد النتيجه يا البنات اش غادي نقول لكم خطيره. زائد واحد الحاجه، البنات اللي عندهم بشره حساسه سمعوني مزيان عفاكم باش ما نبقاوش نلقاو شي مشاكل، وهذا هاد الوصفه استعمليها ولكن القرنفل حيديه، ايفيتيه من هاد الوصفه لان القرنفل غادي يشوط لك وجهك. فهاد الوصفه يستعملوها البنات اللي عندهم بشره جافه بحالي، بشره عاديه ما كتلتهب ما كتهيج ما حتى شي حاجه. صافي من بعد يا البنات كناخذوها وكنديروها على الوجه ديالنا وكنخليوها تقريبا واحد نص ساعه في الوجه ديالنا، بعدو على العينين البنات بحال هكا. واو واو يا البنات واو، عرفتي هادي راه كتحيد لينا التصبغات، كتحيد لينا النمش، كتحيد لينا الكلف يا البنات، الكلف العيالات اللي عندهم الكلف من الحماله هادي واعره بزاف بزاف. ركزوا لي على داك المقدار البنات اللي عطيتكم ديال 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 القرنفل، يعني شوفي المكونات الاخرين استعملي حتى خنشه منهم، ولكن القرنفل ركزي لي عليه مزيان عافاك، ما تكثريش ما تكثريش ما تكثريش، وسطري عليها بستيلو احمر ما تكثريش ليا القرنفل، ديري فقط راس المعلق جهد قرنفله وحده صافي. ومن بعد كنديروا الوصفه على الوجه ديالنا بحال هكا. هادي اختي لك انتي عروسه بغيتك تبقاي ديريها، داوميها كل نهار كل نهار، وردي عليا الخبار يا اختي، ردي عليا الخبار. عرفتي شنو؟ غتمشي عند راجلك شهوه منك، شهوه منك يا اختي، شهوه منك، وغتطلعي يا اختي في العرس كتحمقي كتحمقي. انا كنموت على هادشي الوصفات، تهلو يا اختي تهلو، راه شي حاجه واعره بزاف تهلو. كذب عليك الكاذب يقول لك لما درت لما بقيتي هكاك هكاك يا تباني معت، لا اختي تهلي ليا في الحاله، تهلي ليا في راسك مزيان مزيان، عطى الله ما يدار، غير 5 دراهم تجيب لك عرم ديال المكونات وبقاي ديريهم اختي، راه هادشي والله العظيم الى عن تجربه شخصيه طويله بطبيعه الحال يعني، والحمد لله والشكر لله عمر شي حاجه ما وقعت ليا لا في شعري لا في وجهي لا في حتى شي حاجه، وعمرني ما شفت شي وحده تشكات من شي حاجه ديالي بصفه نهائيه، بصفه نهائيه يا البنات. كما كتشوفوا النفقه ديالي بحال هكا، وكانوا كيديروها للعانق واليدين بطبيعه الحال، والعيالات تيبقاو بها تقريبا نهار كامل، وكاينه اللي كتبات بها والله العظيم، كاينه اللي كتبات بها وخا الشمس وتيخرجوا، نتوما عارفين العيالات ديال البلاد يعني تتخرج قدام الشمس وكل شيء، وما هي دايراها وداكشي، هي عارفه اصلا انها كتعطيها نتيجه، وتبارك الله ما شاء الله كتعطيها واحد النتيجه خياليه يا البنات. المهم البنات كنخليوها بحال هكا كما قلت لكم واحد نص ساعه في سميتو، وما كتحرقش ها نتوما البنات، ما حسيت بحتى شي حاجه بصفه نهائيه، لان اصلا ما مكتراش، انا اصلا ما مكتراش القرنفل، راكم شوني شحال درت ها نتوما يا البنات. عرفتي ملي كتغسلي وجهك، ملي كتغسلي وجهك راه واحد النتيجه، واحد النور كيطيح لك على وجهك بهاد الوصفه هذه، بهاد النفقه هذه، واحد النور كيطيح لك على وجهك ما شاء الله تبارك الله ما شاء الله تبارك الله، ضيج المكونات كيحمقوا صافي. وغادي نتسنى انا، غادي نتسنى يعني حتى دوز واحد 25 دقيقه نص ساعه بحال هكاك، ونعاودو نتلاقاو ان شاء الله. رجعت معكم الزوينات ديالي، شوفوا يا اختي شوفوا 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 على رطوبيه وعلى بياض ما شاء الله يا البنات. هاد النفقه عجيبه صراحه، عجيبه 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 بزاف بزاف، كنتمنى تجربوها وتردوا عليا الخبار، واكيد غادا تعجبكم البنات، انا متاكده غادا تعجبكم. ومازال مازال مازال غادي نعطيكم بزاف الوصفات، خصكم غير تكونوا قادات وتنوضوا ديروا، ما تبقاوش تعكزوا، مش حتى تشوفوا الفيديو صافي وصافي خلي حتى السيمانه الجايه ونديرها، ولا خلي حتى بعد غدا وندير، لا 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 ديك الساعه نوضي ديري، ديك الساعه كيف ما انا كندير ديك الساعه كنحط لك الفيديو. يلاه اختي تهلاي فراسك تهلاي فراسك، نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي، باي باي.